قاطعنا النفوس لأجل نصرة ديننا، ما خاب شعب في الوغى قد كبر. ما خاب شعب في الوغى قد كبر. فالله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير. اللهم لك الحمد ملء الأرض والسماوات، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. اللهم لك الحمد على هذه الفتوحات. اللهم إنا نسألك يوما كيوم بدر، وفتحا كفتح مكة. اللهم أقر عيوننا بمزيد من النصر والتمكين. اللهم أقر عيوننا بهلاك طاغية الشام. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. أيها الإخوة الأعزاء، أرى في عيونكم دموع الفرح، أرى في عيونكم دموع الفرح بنصر الله، أرى في عيونكم دموع الفرح ثأرا لدماء شهدائنا، أرى في عيونكم دموع الفرح ثأرا لأسرانا وأسيراتنا، أرى في عيونكم دموع الفرح لاسترجاع مدننا وبلداتنا. فاللهم نسألك مزيدا من النصر والتمكين يا رب العالمين. احمدوا الله تبارك وتعالى وكبروه، كبروا الله العظيم، كبروا الله العظيم، كبروا الله العظيم، كبروا الله العظيم، الذي بفضله تقدم المجاهدون، الذي بفضله تقدم أبطالنا وثوارنا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. فنحن لا حول لنا ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول لنا ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نحن علينا الأخذ بالأسباب فقط. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، والنتائج على الله، النتائج على الله سبحانه وتعالى. وهم أبطالنا بعد إعداد كبير وأخذ بالأسباب، يجتمعون في خندق واحد، يجتمع ابن إدلب وحمصة وحماتة وحلب ودمشق في خندق واحد، ويزأر الأسود من كل المدن والبلدات. لسان حالهم يقول: اليوم يوم الملحمة، لا رأفة بالمجرمين ولا مرحمة. قسما برب الكون من خلق الورى، لن نستكين، لن نلين، سنثأر. نحن الذين بايعنا محمدا على الجهاد فوق حبات الثرى، بعنا النفوس لأجل نصرة ديننا، ما خاب شعب في الوغى قد كبر. ما خاب شعب في الوغى قد كبر. فالله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. إلى مزيد من النصر والتمكين يا ربنا، إلى مزيد من النصر والتمكين يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، ويخزهم وينصركم عليهم، ويشفي صدور قوم مؤمنين. فليقاتلوهم
يقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. فقاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. نشكر الله أولا ثم المجاهدين الأبطال. نقبل رؤوسكم يا أبطال، يا جنود الله، يا أيها الأطهار، نقبل رؤوسكم. اللهم احفظ مجاهدينا، اللهم حفهم بألطافك ورحماتك يا أرحم الراحمين. قيل يا رسول الله ما يعدل الجهاد في سبيل الله؟ إيش العمل الذي يعدل الجهاد في سبيل الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا تستطيعونه. فأعادوا السؤال مرتين أو ثلاثة، وفي كل مرة يقول صلى الله عليه وسلم: لا تستطيعونه. ما في عمل يعدل ذلك. هذا الذي خرج بروحه، هذا الذي ينام في الخنادق تحت أزيز الطائرات والراجمات والمدافع والرصاص، قال: لا تستطيعونه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله. صائم قائم يتلو آيات الله عز وجل، لا يفتر من صيام ولا صلاة حتى يرجع المجاهد في سبيل الله. الله أكبر. فاللهم أكرمنا بهذا الشرف، وارزقنا الشهادة في سبيلك يا ذا الجلال والإكرام. والله نحن في خير عظيم، نحن في خير أرض دعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الأرض التي قال عنها حبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم: هي خيرة الله من أرضه، ويجتبي إليها خيرته من عباده. فالحمد لله على هذا الشرف. كلكم أيها الأحبة، الجميع مجاهد في سبيل الله. الذي يحمل السلاح مجاهد، والذي يؤوي النازحين في بيته هذا مجاهد، والذي يسعى على عوائل المجاهدين هذا مجاهد، الطبيب مجاهد، والإعلامي مجاهد، والداعية مجاهد، كل في موقعه. فلا تكن من القاعدين، ولا تكن من المخذلين، واسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلك وأن يختصك لتكون من جند الله المخلصين. اللهم اجعلنا من جنودك، واجعلنا من أحبابك. آزروا إخوانكم بالدعاء، فإن الدعاء سلاح عظيم، وسهام الدعاء لا تخطئ. آزروا إخوانكم بما تستطيعون، وخوضوا في هذا الشرف، واسألوا الله تبارك وتعالى أن يعجل لنا بالفرج والعودة إلى بلادنا، والعودة إلى بيوتنا وقرانا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم يا رب فرج عن بلاد الشام، اللهم فرج عن أهلنا في غزة، وعن المسلمين في كل مكان. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم، استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. نحن قوم لا نقابل الفرح والنصر بالطبول والمزامير، وإنما نقابل ذلك بالسجود والتسبيح والتكبير. لئن شكرتم لأزيدنكم. أكثروا من السجود، أكثروا من التسبيح والاستغفار والتكبير. ارحموا بعضكم بعضا، فالراحمون يرحمهم الرحمن. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. اللهم بآهات اليتامى في إدلب نقول: يا الله،
اللهم بآهات اليتامى في إدلب نقول يا الله، اللهم بصرخات الثكالى في إدلب ننادي يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، إنهم يستقون بطائراتهم علينا ونحن نستقوي بك يا الله. الله أكبر، أنت أكبر، أنت أعظم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فانصرنا عليهم، اللهم فانصرنا عليهم، اللهم مكننا من رقابهم، اللهم مكننا من رقابهم، اللهم أسقط طائراتهم، اللهم فجر آلياتهم ومدافعهم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، اهزم بشار وأعوانه، اهزم بشار وأعوانه يا عزيز يا جبار، يا واحد يا قهار، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اهزمهم وزلزلهم، اللهم اهزمهم وزلزلهم، اللهم اهزمهم وزلزلهم، اللهم اقذف الرعب في قلوبهم، اللهم خالف بين كلمتهم، اللهم خالف بين قلوبهم، اللهم سلط عليهم جندك يا من لا يعلم جنوده إلا هو، يا رب الأرض والسماوات، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم ثبت عبادك المجاهدين، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم سدد رميهم ورأيهم يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فرجا قريبا يا سميع يا مجيب.